لكم على البوطالب الإدريسي إطار بنكي في سياج بنك. أولا كنبغي نوجه الشكر للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والمجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين بجهة فاس مكناس على هذا النظام الرائع وهذا الجو العائلي اللي خلانا باش نتلاقاو مع هاد الناس المحاسبين المعتمدين، نديروا معاهم شراكه ونشوفوا معاهم كيفاش نقدروا نخدموا، يعني نعطيهم لي زوفر ديالنا، لا بالنسبه للفينونسمون لا بالنسبه للبنكو كوتيديان، باش نشوفوا معاهم الطريقه ديال الخدمه ان شاء الله. وكما كتعرفوا بان المحاسبين المعتمدين يعني عندهم كيتوفروا على بزاف ديال الشركات اللي كيجريوهم، يعني كيكونوا عندنا يقدروا يوجهوا لنا هاد الشركات ونخدموا معاهم. يندرج هذا اللقاء في اطار سياسه التواصل والانفتاح التي ينهجها المجلس الجهوي، بالإضافة إلى طرح وبسط العمل واستراتيجية العمل التي أعدها المجلس الجهوي في إطار مقاربة تشاركية مع جميع أعضائه. من بين المرتكزات لهذا اليوم الدراسي هو تعزيز الشراكة مع مجموعة من المؤسسات والإدارات التي تعد شريكة بالنسبة للمنظمة المهنية والمهنيين، خاصة أن التحديات التي تواجه المحاسب المعتمد في الوقت الراهن تتطلب تواصلا مع مختلف هذه الإدارات من أجل إيجاد حلول للمشاكل والمعيقات المهنية. بالإضافة أن هذا اليوم الدراسي سيعرف عدة ورشات تكوينية وأكاديمية وتطبيقية لصالح المهنيين بشقيها القانوني. نتمنى أن يكون اللقاء التواصلي لبنة أولى في تأسيس إطار مهني جهوي قوي يرفع مختلف التحديات خدمة للمهنة والمهنيين.